فهل وصل انتشار فيروس كورونا لذروته؟ وما هي احتمالات الموجة الثانية؟ وكيف ستمول منظمة الصحة العالمية برامجها بعد إعلان البيت الأبيض الانسحاب من المنظمة؟ نتوجه بكل هذه الأسئلة للدكتورة مارغريت هاريس، المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية. أهلا بك معنا دكتورة، وشكرا على وجودك. دكتورة مارغريت، يعني تعلمين بأن منظمة الصحة الآن تحت بؤرة الاهتمام والاتهام في نفس الوقت بأن ما تقدمه من معلومات حول الإصابات أو حول الوفيات أيضا يعتبر يعني أو يتم احتسابه بشكل خاطئ، بالوقت الذي في بعض الحالات كانت تموت من أمراض أخرى كانت تحتسب على كورونا. كيف تردون على هذا الانتقاد؟ كل بلد يبلغنا بأعداد الحالات المتعلقة بأمراض معينة ضمن نظام خاص بالأنظمة الصحية، وبالتالي عندما يعتبر أحد أو إحدى الجراثيم أو الفيروسات ممرضة، وبالتالي نحن نتلقى تقارير حول الأوضاع الحالية في البلدان، وهذا الأمر أيضا يشمل الوفيات. كل بلد لديه طرق مختلفة لدراسة من مات وكيف يموت الناس. بعض الدول تجري اختبارات أكبر بعد وفاة ناس، دول أخرى قد لا تجري هذه الاختبارات، وبعض الدول عندما يكون لديها أعداد كبيرة من الناس الذين يموتون هي ليس لديها ربما الموارد والموظفين لإجراء الحسابات. وبالتالي نحن نعلم أن الأرقام ستكون مختلفة، وأن الأرقام كلها لن تكون دقيقة بنسبة 100%، لكن الأمر المهم هو أن نفهم الاتجاهات العريضة. هل هناك تزايد في أعداد الإصابات؟ هل هناك تزايد أو انخفاض في أعداد الوفيات؟ هل هناك أمور تتخذ للتخفيض من أعداد الوفيات؟ طبعاً معدل الوفاة يخبرنا إذا ما كنا نتعامل مع المرضى بالشكل الصحيح أم لا. في بعض الدول هناك تخفيض لأعداد الوفيات لأن الموظفين والممرضين يبذلون جهداً رائعاً، لكن في الدول الأخرى الأعداد تزداد بسبب كثرة عدد المرضى وعدم قدرة النظام الصحي على التأقلم مع هذه الحالة. إذن واحد من الأمور المهمة هو وقف أعداد الإصابات من الزيادة، لأنه إذا تزايد أعداد المصابين بسرعة فإنه ليس هناك نظام صحي قادر على التعامل مع هذه الحالة، وسيكون هناك ستصيب هذا النظام حالة من التخمة. نعم، إذن يعني انسحاب الولايات المتحدة من عمليات التمويل إلى أي مدى يمكن أن تؤثر عليكم؟ وهل سنجد دولة أخرى تتحمل الحصة التي ستنسحب منها الولايات المتحدة بعمليات التمويل دكتورة مارغريت؟ تمويلنا يأتي من مصادر عديدة. لدينا الأموال التي يدفعها كل عضو بحسب تقويم، مستحقات تدفع بحسب قدرة الدولة على الدفع. هناك تقويم لدخل البلد والأموال التي لديه، ثم يقدم اسمه إلى المنظمة. لكن إضافة إلى هذا التمويل، هناك المساهمات الطوعية التي تأتي غالبا من الحكومات وكذلك من المانحين الأساسيين، وأيضا بناء على المشاريع. ربما يكون هناك مانح يريد التبرع لمشروع للقضاء على شلل الأطفال، أو مانح آخر قد يقدم الأموال لمنع وفيات الأمهات والأطفال أو لدعم اللقاحات. الكثير من عملنا يعتمد على التمويل المستمد من هذه المساهمات الطوعية. طيب، هل هذا سيؤثر الانسحاب يعني من دعم الولايات المتحدة على أبحاثكم وإدارتكم لأزمة الوباء دكتورة مارغريت؟ أم هل يمكن للصين الآن، بما أنه أغلب التوجهات تشير إلى أن الصين ربما قد تمدكم بتمويل أكبر بحكم أن الوباء كان يعني صدر منها أو أول الاكتشافات كانت جاءت من مدينة ووهان؟ الولايات المتحدة كانت شريكا مهما ورائعا
في جميع جهود الصحة العامة مع المنظمة منذ بداية المنظمة في العام 1948 ومنذ قرون. لكن من المهم في أن يكون هناك جهد لتطوير العلوم والعمل على المشاريع المهمة مثل القضاء على بعض الأمراض. وبالنسبة لتلقي رسالة من أمريكا تشير إلى انسحابها، لن يتغير أي شيء لمدة عام. فبحسب الدستور، إذا بموجب الاتفاق على دخول المنظمة، عندما يبلغ العضو المنظمة برغبته في الانسحاب لا يتغير شيء لمدة عام كامل. نعم، طيب ماذا عن الدول أو البلدان الفقيرة دكتورة مارغريت؟ يعني كيف تتصرف معها منظمة الصحة العالمية؟ هل هناك يعني علاجات ربما تمنح لهذه الدول بتكلفة أقل، أم كما ذكرتي أنتم تتساوون ربما بالتعامل مع أغلب الدول خصوصا الأعضاء لديكم؟ أنت على حق، كل الدول نتعامل معها على قدم المساواة، لكن هناك دول لديها موارد أقل ودول تعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية الذي يفتقد إلى الموارد الضرورية لتقديم برامج للتلقيح الكامل، أو ليس لديه العاملين الصحيين القادرين على فعل الأشياء الصعبة كما هو الحال في أوضاع الطوارئ، كما يحصل في موضوع إيبولا مثلا. هناك الكثير من الدول التي تجد نفسها في وضع صعب ولا تستطيع إيصال رعاية صحية للجميع. لكن بالإجمال واجبنا يقتضي منا أن نعمل على الوصول إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه من الصحة، بحيث يصل هذا المستوى إلى كل شخص على سطح الكوكب. سؤال أخير دكتورة مارغريت، يعني هل يعني مناعة القطيع التي قررت بعض الدول أن يعني تتعامل معها في أزمة كورونا أدت إلى مزيد من الإصابات والموتى برأيك، أم هي كانت دافع ربما لتقليل تطور هذا الفيروس؟ هذا نقاش طويل. الدول مختلفة اتخذت استراتيجيات مختلفة. مفهوم مناعة القطيع يأتي من علم اللقاحات، وما يشير إليه هو أنه إذا كان هناك لقاح، وإذا نظرنا إلى الفيروس بحد ذاته، نحن نحاول أن نحدد النسبة المئوية لمجموعة من الناس التي يجب أن تكون قد طورت الأجسام المضادة لمنع الفيروس من انتشار بين الناس، وبالتالي نعطي اللقاح لتشكيل عائق أمام انتشار الفيروس ومنع الناس من أن يعدوا الناس الآخرين. هذا مفهوم مناعة القطيع الذي طرح كمقارنة طرحه بعض المفكرين في قطاع الرعاية الصحية، لكن من غير الواضح تماما حجم المناعة التي يحفز هذا الفيروس، لأن هذه العائلة من الفيروسات، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية، لا تحفز ردود قوية في مجال الأجسام المضادة. وبعد سنتين عادة يمكن للناس أن يصابوا من جديد. لا نعلم هذا الوضع في حالة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب هذا المرض COVID-19، وبالتالي موضوع مناعة القطيع هو أمر يجب أن نتحدث عنه لفترة طويلة، ولكن بعد أن نحصل على معلومات أكبر بخصوص تأثير هذا الفيروس تحديدا على جسم الإنسان. نشكرك دكتورة مارغريت هاريس المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.